السلام عليكم، كيف عاملين؟ لاباس؟ مزيانين؟ صحه؟ اليوم غادي نوجد معكم واحد العصير كيجي غزال بزاف، ساهل، ما فيهش بزاف ديال المكونات. عندي هنا كما كتشوفوا 5 ديال البرتقالات او الليتشينات، عندي هنايا 5 الحبات ديال المشمش او النيش، عندي واحد الموزه. غادي ندوز بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي ندوز غنعصر هاد البرتقال ديالي بهاد العصاره. كيوجد دغيان دغيان بسم الله. غادي نخليه جانبا. هذه الكميه اللي حصلت عليها غادي نجيب العصاره ديالي اللي هي هذه. الا ما كانتش عندكم هاد العصاره اللي كتصفي بحال هيدا، غطحنوا قلت لكم العصاره، الخلاط اللي كيصفي. الا ما كانش عندكم الخلاط اللي كيصفي بحال هيدا، تقدروا كطحنوه في الخلاط العادي ومن بعد كتصفيوه شي صفايه ولا شي شبيكه. دابا غادي ندوز هاد النيش، غنحيدلو هاد العطار وغادي نعملو هنايا. هاد البنانه صافي، وغادي نطحن هاد العصير. معاك البنان والنيش او النشمش. دابا غادي نزيد هاد العصير ديال البرتقال، غنزيدو هنايا غنعمر هذا بالماء حيت غادي يكون خاتر باش يجينا العصير هو هذاك. دابا غادي نزيد الماء، الماء على حسب الرغبه ديالكم، واش بغيتو العصير يكون خفيف ولا يكون خاتر. انا باقا غادي نزيد الماء، حيت غنزيد الماء كيبان لي راه باقي خاطر. صافي دابا غادي نحيدو نشوف. صافي انا بغيتو بحال هيدا كما كتشوفوه معايا، ها هو صافي هو هذا العصير. نتمنى يجيكم خفيف ظريف، دغيا دغيا كيوجد وكيجي منعش، كيجي غزال بزاف. نتمنى يا ربي يعجبكم، تجربوه ويعجبكم، وما تنسونيش بواحد اللايك واشتراك في القناه باش يوصلكم دائما الجديد. ومع السلامه في وصفه مقبله ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله وحفظه.